السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، حبك في الله والله. حبك الله. بجد لوحة حوالي 2 متر 6 متر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي لفضيلة الشيخ عبد الله مصطفى بن العدوي، هل هذه لكم؟ الأحاديث القدسية، لنا كتاب في الأحاديث صحيح المسلم، الأحاديث القدسية. نعم، لي كتاب في هذا. نعم، في حديث أذكر اللي هو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احترس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غد في صلاة الصبح. هذا الحديث ده العلماء لهم فيه قولان. نعم. أيوه، حديث خصام الملأ الأعلى. فإذا أنا بربي. أيوه، معروف الحديث هذا، فيه قولان للعلماء. نعم. شكرا.